ديالها مريم المالكي، عندها 13 سنة، سنة السادسة ابتدائي. قلتلك انا فرحانه بزاف بهاد التجربه هادي، انني قمت بترجمه الاغنيه ديال الفنان توزي، والفنان توزي عزيز عليا بزاف. بغات انها تعاود هاد التجربه. الرساله اللي تبغي انها توجهها، كتبغي توجهها للدوله والمسؤولين، هو انها هي كصماء باسمها، يعني بالنسبه للصم الاخرين، هي تبغي انها تكمل الدراسه ديالها، لانه كاين واحد المشكل عندنا انه الصم كيحبسوا الدراسه في السنه السادسه ابتدائي، وهي باغا تكمل الدراسه ديالها. شنو المشكل الثاني؟ بالنسبه للمشكل الثاني، قالت لك انا بغينا المساواه بينه وبين لي زونطوندو، الناس اللي كيسمعوا، يعني بحال مثلا مثال، قالت لك انا ملي في التلفازه مثلا ملي كيدوزوا برامج ولا هذا، انا قالت لك ما كنفهموش شنو كاين، يعني لابد يعني انه يكون واحد اشخاص اللي هما متخصصين في الترجمه بلغه الاشاره، باش حتى حنا نفهموا بحالنا بحال الناس اللي كيسمعوا. كتبغي تقول ليه شكرا لك بزاف الفنان توزي، حيت انت الفنان الاول اللي قمتي بترجمه الاغنيه الخاصه بك بلغه الاشاره. شنو اخر؟ وي، وقالت بانها بغات حتى من الفنانين الاخرين انهم ياخذوا المبادره بحال الفنان توزي، وحتى هم يقوموا بانهم يترجموا الاغاني ديالهم بلغه الاشاره. شكرا. شكرا. الاسم ديالي داود غيزلان، معلمة رسمية بالجمعية المغربية للأطفال الصم، بالضبط مؤسسة منى للأطفال الصم. مبادرة رائعة جدا وعجبتنا بزاف، لأنه ماشي فقط ترجمة ديال أغنية وصافي ووقف، وإنما بالنسبة لي قرينا بزاف الحوايج ما بين السطور، يعني ممكن هي أكيد أنهم مفتاح خير إن شاء الله بالنسبة يعني للناس كاملين، أنهم يشوفوا يعرفوا هذه الفئة راهم كاينة، يفهموا باللي الإعاقة السمعية هي أصعب إعاقة. علاش هي أصعب إعاقة؟ لأنه المعاق حركيا باين ليا كيفاش نتعامل معاه، المعاق على مستوى البصر باين ليا كيفاش نتعامل، ولكن الاصم انسان بحالي في حاله، ما عنده حتى شي حاجه في الشكل ديالو ناقصه، حتى كنجي كنهضر معاه عاد يقول لي راني ما كنسمعش. دونك هاد الولوجيه ديال اللي هي خاصه بهم اللي هي لغه الاشاره خصها يتعطى لها الحق ديالها، وحتى بالنسبه للناس المسؤولين خصهم التفات على هاد الاولاد ويعطيهم حقهم، هما ما كيطلبوش الصدقه ولا كيطلبوا هذا، كيطلبوا الحق ديالهم، تكون مساواه كيف ما قالت مريم، مساواه بينهم وبين الناس اللي هما عاديين، لان داكشي اللي انا كنعيشو كانسانه كنسمع عاديه فراح حتى هو كيعيش، وانا ما غاديش نقول عاديه راني بحالي بحالها، ولا تعاشرنا معاهم راه كنشوفوا بينا هاد الناس الصم فاتوا ناس اللي كيسمعوا كيشوفوا كل شيء، وعايشين عايشين الحمد لله، بناو يعني مستقبلهم، تغلبوا على الاعاقه ديالهم ومهمتهم حتى شي حاجه. دونك يد العون لهاد الوليدات هادو.
اكيد فرحانين بزاف بزاف بزاف. وسورتو يعني اش غادي نقول لك، شوف غير حنا مثلا شي حاجه اللي انايا نشوفها غادي كنفهمها كتوصلني، فما بالك هو يعني هو حنا انا كنسمعك كتسمعيني فوالا كنتواصل انا وياك، هو اللغه الام ديالو اللي كيفهمها هي لغه الاشاره. يعني انا ملي غنترجم له واحد الحاجه وغادي نفهمها ليه ونشرح له، لانه ملي درنا الاغنيه ملي ترجمناها بالاشاره وداكشي شرحت لهم الموضوع، يعني علاش كتهضر وعلاش كتهضر، تفاعلوا معها بواحد الشكل رائع جدا جدا، ويعني خدموها باحساس كبير كبير بزاف. كنشكروه بزاف، شكرا، الشكر كبير ليه، والشهاده ديالنا يعني ما واخا نضلوا نشكروا فيه ما غاديش نوفيو حقه، وشهادتنا فيه مجروحه، فشكرا ليه بزاف 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 على هذه المبادره وعلى هذه الالتفاته وهذه الهديه الرائعه اللي قدمها للاطفال الصم. وكنتمناو ان هذه المبادره تكون ما توقفش فقط عند الفنان الدوزي، يعني تكون مفتاح خير بالنسبه لهاد الناس هادو، وحتى ما كرهناش فنانه الاخرين يديروا نفس المبادره، وتكون كذلك حتى التفاته من الناس المسؤولين ويتعطى لهذه الفئه الحق ديالها ان شاء الله. شكرا لك.